بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشباب، أيتها الفتيات، حديثي إليكم موجه بإذن الله من قلبي ليصل إلى قلوبكم. أنتم مستقبل هذه الأمة. كم أفرح هذه الأيام عندما أمشي في سوق أو في شارع أو في أي مكان فأجدكم تودون السلام علي، بل البعض منكم يحب أن يلتقط صورة معي. تظنون أن هذا لا يفرحني؟ لا والله يفرحني ويدخل السرور في قلبي. فالعلاقة بيني وبينكم متبادلة، الحب لله وفقط لله. كم حاولوا دهرا، كم حاولوا زمنا أن يجعلوا قدوات الشباب والفتيات هم المغنون هداهم الله، والمغنيات هداهن الله، بعض الممثلين والممثلات، بل أفرطوا وبالغوا وجاءوا بنماذج من الغرب لا يعرفون دينا ولا ربا ولا إلها، بل حتى فطرة مسخوا من فطرتهم وجعلوهم قدوات لشبابنا. تعرفون كم أنفقوا من مليارات على برامج تافهة في قنوات فضائية ليجعلوا قدواتكم الساقطين والساقطات في هذه الأرض، بل جاءوا بحثالات الغرب وجعلوهم قدوات، جاءوهم بأشخاصهم زيارات كلفت الدولة عشرات الملايين ليصور معهم الشباب ولتلتقط معهم الصور الفتيات. كل هذا محاولة لصدكم عن علماء الأمة، عن فضلاء الأمة. لا أدعي أنني يعني في مقدمتهم، بل أرجو أن أكون أحدهم، لكن علماء الأمة، فضلاء الأمة، مخترعو الأمة، مبتكرو الأمة، مثقفو الأمة، من يفتخر بهم الأمة، حاولوا صرفهم عنكم لكنكم أبيتم بفضل الله، إلا أن تختاروا من يقودكم إلى الله عز وجل، ومن يعلمكم الحق من الباطل، ومن يبصركم بدين الله جل وعلا. أنا فرح جدا، لكن تأكدوا أن زمن العلماء سينتهي ويأتي دور من خلفهم، زمن كبار السن سينقضي ويأتي دور الشباب لتقودوا من بعدكم، وهذه الأمة تسير في سلسلة حلقة بعد أخرى، يسلم الأمانة كل واحد لمن بعده. والآن دوركم، والآن يومكم. الله عز وجل ذكر قصة في القرآن عن فتية، عن شباب، وذكر في وصفهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وكم حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الشباب في ذلك الزمان، وكم اهتم بهم خباب وسعد وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن قاد الأمة بعد هذا، كانوا شبابا بل صغارا كابن عباس، كان وهو صغير يهتم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليش؟ ليقود الأمة من بعده. أنا أعلم أن الشاب اليوم ملتحي ولا غير ملتحي، والبنت يعني على ظاهرها التدين أو قليلة التظاهر بالتدين، الكل فيكم يحب الله عز وجل، أنا متأكد. حتى هذا الذي ربما يصلي في البيت ما يصلي في المسجد، وهذه التي ربما عندها بعض الذنوب والمعاصي، لكنها لا ترضى على دين الله جل وعلا. أنا أعرف أن شباب الأمة غيور على دينه أكثر ممن سبقه، والله لو يسب دين الله أمامه أو يشتم أحد الناس نبيه لتثور ثائرته، والله لا يرضى بهذا، بل ربما يموت من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. أعرفكم، أعرف الغيرة اليوم الموجودة عند الشباب لم توجد قبل 30 سنة. أنا أذكر في بداياتنا كان الواحد يعني يستحي أحيانا أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن منكر أو يعلم الناس شيئا معلوما من الدين بالضرورة، والله أحيانا يخجل لأن الوضع العام لا يشجع. اليوم الشباب ما شاء الله عليهم يسألون في كل شيء عن الدين. إنسان يمكن عامي لكن ما يجد فضلا من فضائل الإسلام إلا ونشرها بالتويتر، بالفيسبوك، فيديوهات ينشرها. تعرفون ليش؟ لأن حب الإيمان في القلوب موجود، حب الله ورسوله مطبوع هنا في القلب. شوفوا شلون حاولوا صرفكم، وانظروا كيف أبيتم إلا أن تعملوا رضاء لله عز وجل. أنا متفائل جدا بكم، وما الحروب التي تحصل اليوم وقتل المسلمين وهذه الثورات إلا نتيجة أو مظهر من مظاهر مخاض ستولد الأمة بعده أمة جديدة. من سيقودها؟ أنتم. تخصصوا في كل التخصصات،
نريد عالما شرعيا، نريد طبيبا، نريد مهندسا، نريد معلمة، نريد طبيبة، نريد كل التخصصات، لا نريد أن نعتمد على الغرب كفانا اعتمادا على غيرنا. نريد شباب الأمة أن يتوكلوا على الله ويبنوا أمتهم مرة أخرى. حفظكم الله ورعاكم ونصر بكم الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالشوق بالشوق.